السلام عليكم أعزائي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية، لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولد من خلاله راح أشارك معكم ترتيب المنتخبات الإفريقية والعربية والعالمية المشاركة في مونديال قطر سنة 2022 في ترتيب الفيفا الجديد. هنالك منتخبات حققت قفزة نوعية وخرافية في ترتيب الفيفا، وكذلك هنالك منتخبات خيبت الأمال وسقطت سقوط حر في هذا الترتيب بعد مرور فقط 10 أيام ببطولة مونديال قطر سنة 2022 لدور المجموعات. أنا بغي ناخذ فكرة كيف هو سلم ترتيب الفيفا حاليا بعد مرور 10 أيام من مونديال قطر سنة 2022. كل التفاصيل راح نتعرفوا عليها. وكذلك عندنا بعض الأخبار تتعلق بالمنتخب الوطني الجزائري ولاعبي محترفين، سنتطرق عليها إن شاء الله في هذا الفيديو. فإذا كنتم تشاهدوننا للمرة الأولى، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر أمامكم. طبعا مباشرة ندخل إلى صلب الموضوع. كما تشاهدوا أعزائي الكرام، عندنا خانتين. الخانة التي هي على اليمين هو ترتيب الفيفا الخاص بالشهر الماضي قبل المونديال، أما بالنسبة للخانة الأخرى التي هي على اليسار فيها ترتيب الفيفا الجديد. وطبعا نبداو ب20 منتخب اعزائي الكرام، يعني في ترتيب الفيفا راح نقرا لكم اعزائي الكرام فقط المنتخبات اللي راح نشارك معكم الترتيب نتاعها الجديد، وانتم قارنوها بالترتيب يعني للشهر الماضي. طبعا اعزائي الكرام، البرازيل ما زالت في المكان الاولى في ترتيب الفيفا، فرنسا صعدت مرتبتين بعد فوزها السابق وتحصلت على 32 نقطه، فهي حاليا رسميا في المرتبه الثانيه. بلجيكا بعد خسارتها امام المنتخب المغربي سقطت وحذفت منها 29 نقطه وسقطت للمرتبه الثالثه بعدما ان كانت في المرتبه الثانيه. انجلترا صعدت مرتبه واصبحت في المرتبه الرابعه واضيفت لها 27 نقطه. الارجنتين بعد خسارتها امام السعوديه سقطت مرتبتين واصبحت في المرتبه الخامسه. بالنسبه لاسبانيا صعدت مرتبه واحده واصبحت في المرتبه السادسه. ايطاليا سقطت مرغم انها غير مشاركه في المونديال، ولكن المنتخبات اللي كانت تحتها اخذت مكانتها في فكي راح تاخذ المكان نتاعها راح تسقط اوتوماتيكمون، وحتى مرتبه المنتخب الوطني الجزائري راح تتحرك بالرغم من انها لم تشارك في المونديال. هولندا بقيت في المكان نتاعها في المرتبه الثامنه، البرتغال تاسعا، وكرواتيا صعدت الذاكرة مرتبتين واصبحت في المرتبه العاشره. تاتي وراءها الولايات المتحدة الأمريكية التي قفزت قفزة نوعية بخمس مراتب، تأتي وراءها الدنمارك بعدما أن سقطت مرتبتين وأصبحت في المرتبة 12، ووراءها عندنا منتخب سويسرا الذي هو حاليا في المرتبة 13 بعدما أن صعد يعني مرتبتين. ألمانيا هبطت إلى المرتبة 14 بعدما أن سقطت ثلاث مراتب. المكسيك هي كذلك سقطت مرتبتين وأصبحت في المرتبة 15. كولومبيا صعدت مرتبة وأصبحت في المرتبة 16. عندنا الأوروغواي سقطت ثلاث مرتبات وأصبحت في المرتبة 17. المغرب أعزائي الكرام رسميا في المرتبة 18 وكذلك حققت وحده 40 نقطة، وهذه القفزة قياسية بالنسبة للمنتخب المغربي اللي قفز أعزائي الكرام أربع مراتب. السنغال هبط مرتبة وأصبح في المرتبة 19، وبولندا في المرتبة 20 بعدما أن صعد ستة مراتب. أما بالنسبة للبيرو حاليا في المرتبة يعني 21، اليابان 23، إيران 24، صربيا 25، كذلك عندنا أوكرانيا في المرتبة 26، الويلز في المرتبة 27 بعد خسارتها وإقصائها من المونديال أعزائي الكرام بعدما أن أصبحت يعني في المرتبة 27 سقطت ثماني مراتب بعد خسارتها مؤخرا أمام يعني إنجلترا. كوستاريكا صعدت ثلاث مراتب وأصبحت في المرتبة 28 بعد تفوقها على منتخب اليابان. عدت تشيلي حافظت على مكانتها في المرتبة 29، يعني كوريا في المرتبة 30، أستراليا 31، أستريا عدنا في المرتبة 32، نيجيريا 33 سقطت، عدنا روسيا في المرتبة 34، هنغاريا 35، 36، الجزائر صعدت مرتبة الذاكرة، كذلك بالنسبة للتشيك حاليا في المرتبة 37، تونس في المرتبة 38، تونس التي في المرتبة الثالثة افريقيا الذاكرة سقطت سقطة كبيرة جدا في ترتيب الفيفا. نروح حاليا الذاكرة ونركز على يعني القارة السمراء افريقيا. كيفاش أعزائي الكرام كان يعني تحرك المنتخبات المشاركة في المونديال وكيف أصبح سلم ترتيب الفيفا بالنسبة لقارة إفريقيا. طبعا أعزائي الكرام، السنغال كانت في المرتبة الأولى أصبحت في المرتبة الثانية وسقطت مرتبة إفريقيا ودوليا، وطبعا المغرب أخذت مكانتها وحاليا المنتخب المغربي في المرتبة 18 عالميا وكذلك الأولى قاريا في إفريقيا. نيجيريا في المرتبة الثالثة إفريقيا، والجزائر في المرتبة الرابعة إفريقيا، وتونس سقطت إلى المرتبة الخامسة إفريقيا، وتونس كانت عندها أسوأ يعني تحرك، هبوط حر ثماني مراتب، ولت في المرتبة 38، ولت أسفل المنتخب الوطني الجزائري بالرغم من أنها شاركت في المونديال، وحاليا أعزائي الكرام في المرتبة الخامسة إفريقيا.
عندنا مصر، من بعدها تأتي الكاميرون بعدما زادت سقطت وأصبحت في المرتبة 47 دوليا، تأتي وراءها مالي، عندنا بوركينا فاسو، الكوت ديفوار، وعندنا غانا صعدت 6 مراتب بعد تفوقها في المباراة الأخيرة الخاصة بها وأصبحت في المرتبة 11 إفريقيا و55 دوليا. فتونس سقطت سقطة كبيرة عزيزي الكرام كما راكم تشاهدوا. أما بالنسبة للمنتخبات العربية اللي مشاركة في المونديال، عندنا بالنسبة للمنتخب المغربي كما قلنا حاليا في المرتبة 18 دوليا، قطر هي أسوأ هبوط في ترتيب الفيفا، هبطت 10 مراتب 3 مباريات يعني بدون تحقيق أي نتيجة، 3 خسائر على التوالي وإقصاء من دور المجموعات مباشرة، حاليا في المرتبة 60 دوليا. هارد لك لإخواني القطريين. الكاميرون سقطت مرتبة عزيزي الكرام. بالنسبة لغانا صعدت 6 مراتب، تونس 8 مراتب هبطتها عزيزي الكرام، السنغال هبطت مرتبة، إيران هبطت 4 مراتب، السعودية بعد فوزها التاريخي أمام منتخب يعني الأرجنتين حاليا صعدت 6 مراتب وحاليا في المرتبة 45 دوليا والخامس في قارة آسيا. فهذا هو تحرك المنتخبات، وانتم اكتبوا لنا في صندوق التعليقات أي تحرك كان بالنسبة لكم مفاجئ في ترتيب الفيفا. على العموم هذا الترتيب راح يتغير من القدام لأن المباريات المونديال ما زالت شغالة، ولكن بزاف ناس وصلتني تعليقاتهم قالوا لي يا وليد يعني كم أصبحت يعني ترتيب المنتخبات العربية بعدما أن شاهدنا خسارة لبعض المنتخبات وكذلك فوز يعني كان مفاجئ لبعض المنتخبات اللي شاركت في هذه البطولة. هذا هو ترتيب الفيفا الحالي يعني بعد مباريات ليلة أمس، ولكن من نال بعد نهاية البطولة أو بعد نهاية التعرف على المنتخبات اللي تأهلت إلى دور 16 راح يتغير. إذا راكم باغيين نشارك معاكم كيفاش راح يتغير اكتبوا لنا في صندوق التعليقات، إن شاء الله راح نشارك معاكم يعني الترتيب في وقته. ندخل الآن الزاكرام إلى الخبر الموالي والذي يتعلق بتصريحات من يعني الأخضر باللومي أسطورة المنتخب الوطني الجزائري ورأيه في إقالة أو طرد الكوتش جمال الماضي من المنتخب الوطني الجزائري مثلما العديد من الجماهير الجزائرية تطالب مؤخرا. صرح قائلا لجريدة الكومبيتيسيون قائلا مشكلة المنتخب الجزائري ليس في جمال بالماضي، هو يقوم بتغيير التركيبة الأساسية بصفة تدريجية، لا يوجد أحسن من الاستقرار في عالم كرة القدم، لا أحد يشك في قدرات بالماضي، لقد قاد الخضر لإنجاز لا أحد كان يتوقعه في سنة 2019، وعندما توج باللقب القاري في مصر الأكيد بالنسبة لي هو أن بالماضي لا يجب أن يرحل. فهذا الأسطورة الخاصة بالمنتخب الوطني الجزائري يريد بقاء الكوتش جمال بالماضي، وصرح قائلا بل هذا المصير يجب أن يكون مخصصا لبعض اللاعبين، بل هنا هذا اللاعب السابق للمنتخب الوطني الجزائري يحمل الخسارة لبعض اللاعبين ويريد يعني رحيل بعض اللاعبين عن المنتخب الوطني الجزائري. وأنا أتفق معاه لأنه كان بعض اللاعبين حاليا ما راهمش يقدموا الإضافة للمنتخب الوطني الجزائري ويلعبوا فقط من أجل خطف الأضواء حسب رأيي الشخصي وحسب تصريحات هذا اللاعب السابق. كذلك صرح قائلا لا أريد تسمية اللاعبين بصفة شخصية، ولكن هنالك بعض الأسماء مستواها تراجع كثيرا ويجب أن تترك مكانها لعناصر جديدة. بغض النظر بعض اللاعبين يجب أن يعرفوا بأنهم وصلوا لمرحلة يجب أن يقولوا لأنفسهم بأنهم وصلوا لمحطة النهائية وعليهم الانسحاب من تلقاء أنفسهم قبل أن يتعرضوا للاستبعاد من طرف الطاقم الفني، وأظن بأنكم فهمتم قصدي. من المؤسف أن لا تكون الجزائر حاضرة في المونديال. أنا أتفق مع تصريحات يعني الأخضر باللومي أسطورة المنتخب الوطني الجزائري في هذه النقطة. حاليا الاستقرار هو أفضل حل بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري. على عكس ذلك بعض اللاعبين لازم عليهم يعني الاعتزال دوليا وترك المكان للاعبين الشباب. يعني خذلونا وخذلوا الكوتش جمال الماضي. باه ما تأهلناش لمونديال قطر سنة 2022 مالغري أنه كان هنالك عنصر التحكيم، ولكن بعض اللاعبين مستواهم منقص بزاف على الذاكرة، لازم نعطيه فرصة للشباب، لازم نعطيه فرصة للاعبين الجدد. فأنا أتفق مع تصريحات الأخضر باللومي، فأنت كي تعطي يعني الفرصة للاعبين الجدد، هاد اللاعبين الجدد راح يدخلوا متعطشين، كذلك لازم على بالماضي يخلق يعني جو المنافسة بين اللاعبين في جميع المناصب من حراسة المرمى حتى رأس الحربة. هكذا أعزائي الكرام لازم نرد الروح في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري، أي لاعب يتم استبداله في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري يكون متعطش من أجل يعني تقديم أداء خرافي فوق أرضية الميدان، وهذا هو أحد الأسباب اللي خلتنا نتوج بكأس أمم أفريقيا سنة 2019 بدولة مصر. فإن شاء الله هذا الروح ترجع من جديد بعد هذه الحلول اللي شاركناها معكم. بالنسبة للخبر المولع أعزائي الكرام، أكد مصدر يعني الشروق من مصادره المقربة داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الاتحاد الجزائري الفاف تحصل منذ أيام يعني فقط على وثيقة تغيير الجنسية الرياضية ممضاة من طرف اللاعب حسام عوار. هذا المصدر يؤكد لنا بأن الفاف تلقت طلب
رسمي من طرف حسام عوار من أجل تغيير جنسيته من الفرنسية إلى الجزائرية. والمصدر صرح للشروق قائلا: لقد تحصلنا على وثيقة تغيير الجنسية، واللاعب تحصل رسميا على جواز سفره الجزائري الذي تم استخراجه من السفارة الجزائرية بفرنسا، وسيؤهل قريبا مثل ما حدث مع اللاعب أيت نوري لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي. رسميا حسام عوار طلب من الفاف أن يغيروا جنسيته من الفرنسية للجزائرية بها تحق بالمنتخب الوطني الجزائري ابتداء من المعسكر القادم شهر يعني مارس إن شاء الله للسنة الجديدة. يعني حسام عوار حاليا نقدر نقول لأنه باقي فقط يعني بعض النقاط البسيطة جدا، وسيتم يعني نسبه إلى المنتخب الوطني الجزائري. وطبعا بعد حضور هذا اللاعب والعديد من اللاعبين الفرانكو الجزائريين الشباب راح يخلق يعني جو منافسة في المنتخب الوطني الجزائري لكي تعود روح المنتخب الوطني الجزائري مثل ما كانت عليها سابقا. هذه النقطة جيدة أعزائي الكرام. كذلك راح نشارك معكم الأسماء اللي بالماضي راح يستدعيها وذلك بشكل رسمي وراح تكون جديد المنتخب الوطني الجزائري. عدنا اولا حسام عوار كما قلنا، كذلك عدنا اللاعب الموالي الا وهو يعني زدادكا، شقيق زدادكا اللي راه يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري في الظهير الايمن. هذا اللاعب يلعب في الظهير الايسر، اذا كان جاهز بالماضي راح يستدعيه مثل ما اكدت لنا مصادر كثيره. ريان ايتنوري راح يكون مع المنتخب الوطني الجزائري، فارس الشعيبي كذلك راح يلتحق شهر يعني مارس المقبل. كذلك عدنا لاعب اخر الا وهو يعني اللاعب لاعب نادي اي سي ميلان الا وهو ياسين عدلي، حتى هو راح يلتحق المنتخب الوطني الجزائري شهر مارس المقبل. كثرة اللاعبين هي مش مشكل، كثرة اللاعبين تعني حلول كثيرة، وهذه الحلول الكثيرة أعزائي الكرام راح تخلي جو منافسة بين اللاعبين، وراح يعني تخلق هذا جو المنافسة به اللاعبين يوليو متعطشين من أجل يعني اللعب فوق أرضية الميدان. فهذا هو الشيء اللي كنا نبحثوا عليه وهو بالماضي يحققه مع المنتخب الوطني الجزائري، فأتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري. أما بالنسبة للاعب اللي يعني كثر عليه الحديث مؤخرا ألا وهو ماكسيم لوبيز لاعب ساسولو الإيطالي، أكدت التقارير كثيرة بأن اللاعب هذا يعني ألغى متابعته للاتحاد الفرنسي لكرة القدم وهو يتقرب من اللاعبين الجزائريين. هذا الخبر لا أساس له من الصحة، فاللاعب الزائر إيران ما زال يتابع الأخبار الرسمية الخاصة بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وما زال يتابع الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم. واللاعبين اللي راح يجوا المنتخب الوطني الجزائري الأمور واضحة، يعني ماشي حتى يروح يديزابوني الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، باغي تجي تعمل منتخب الوطني الجزائري كونتاكتي الفاف، يغير الجنسيه تاعك من الفرنسيه الى الجزائريه ومرحبا بك. الامور سهله وبسيطه الا اذا حبوا يخشنوا رسالهم على الذاكره، فلا حديث حول هؤلاء اللاعبين حتى يتم تغيير جنسيتهم ان شاء الله من الفرنسيه الى الجزائريه. ولكن ان شاء الله المنتخب الوطني الجزائري راح يعود وبقوه. كان هذا فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.